في ظل الأزمة اللي نواجهها اليوم، هي أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم. طبعا حبيت أجسد الفكرة أو أطبق الفكرة على مجسمات خشب أو على رسومات خشب من ناحية الإرشادات أو المحافظة على أنفسنا وصحتنا من فيروس كورونا. طبعا الإرشادات تساعد الناس لحتى تحببهم وترغبهم في إنه يلتزموا في الإرشادات وفي القوانين وفي القواعد، لحتى تتجنبوا انتشار الفيروس بين الناس. طبعا المجسمات كانت اجت فكره هذه من الوضع الحالي المنتشر حاليا. خطرت في بالي الفكره هذه، جسدت الفكره على الخشب، طبقتها على كذا فكره، على كذا شكل، على كذا مجسم. طبعا الاخذ اقبال حلو بين الناس، طبعا هي بتساعد الناس على انها تلزم، وحتى تلزم بيتها وتحافظ على سلامتها وتحافظ على سلامه اهلها والمجتمع بشكل عام. طبعا المجسمات كانت عبارة عن معقمات زي الديتول أو مجسمات للأطفال أو الأشخاص لابسين كمامة مع إشارة الفيروس ونمنع انتشاره بين الناس عن طريق المحافظة والنظافة والتعقيم.